بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أكرمنا الله تعالى بنبي الرحمة، نبي الهدى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، أمرنا بطاعته واتباعه والتأسي والاقتداء به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك وجب علينا أن نهتم بسيرة وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على تربية أبنائنا وعلى تربية نشئنا على هدى وعلى خطى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنتقفى أثره ونتقفى سيرته. ولذلك وجب الاهتمام بالسيرة النبوية وبتعليمها لأطفالنا وأبنائنا وبحضورها في برامجنا وفي مختلف مجالات وأنشطة حياتنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظل هو المثل الأعلى، يظل القدوة، يظل ذلكم الشخص الذي نقتبس من أنواره ونستفيد من جميع حركاته وسكناته. فاهتموا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليها، فإن فيها دواءكم وفيها شفاءكم وفيها العلاج لكثير أو لمعظم الأمراض ولمعظم الأزمات التي تعيشونها. فالله نسأل أن يوفقنا حتى نكون على خطى رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سائرين، ولأوامره ولتوجيهاته منقادين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتابعوا نفشر الخير ورمضان كريم، أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.